Olessa! لا الجمهور الافريقي مش نورمال، الجمهور مش طبيعي. مياو 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 مياو. المنتخب المصري حقيقة أقوى من هيك، كنا نستناو أداء أفضل من هيك. إحنا لبسنا جونين في السلام عليكم، لسه حتى ما ردناش السلام على الجون الأول، لبسنا الجون الثاني. والأفارقة طبعًا معاك عليك مش مشكلة، هما لازم يشجعوا أولاد بلدهم. ولكن إحنا لبسنا جونين في السلام عليكم، لسه حتى ما ردناش السلام على الجون الاول، لبسنا الجون الثاني. الامور بقت صعبه، لازم انت لازم تجيب جونين علشان تفوز 3-2. بقوا بيتعلموا مننا، اقول لك ولسه من حقهم يابا، من حقهم. وصلت الدبارة يا جماعه والدنيا بتمطر، الاجواء اللي انا بحبها تمطر والجو حر. الحمد لله يا جماعة، بعد 13 ساعة طيران من قطر، بعد ما حضرنا افتتاح بطولة كأس الأمم الإسيوية وامبارح بطولة كأس الأمم الإفريقية، حاجة ما بتحصلش كتير يا جماعة، مش أي حد في الدنيا يعملها، عايزة واحد مش طبيعي زي كده. وصلنا النهاردة أول مباراة في بطولة أمم أفريقيا المنتخب مصر اللي هيفوز باللقب. اسمع مني، هنفوز باللقب بعد البطولة إن شاء الله. ولكن معانا أخونا من السعودية النهاردة عبد العزيز، واليوم هذه الفرصة تحققت. وأمني أني أنا أشوف لاعبين أمثال محمد صلاح، وإن شاء الله نقدر نطلع بتغطية ممتازة، وأتمنى أنه يعني يحقق لقب هذه البطولة بحكم أنه منتخب أفريقي عربي. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا جينا نشجع المنتخب المصري وبنسنده. النهاردة ما فيش أي ألوان، أنا جيت بتشيرت الأهلي وجوايا اهلي وزمالك وكلي، انا اهلاوي طبعا، والحمد لله الناس هنا كلها عارفه النادي الاهلي، كلها عارفه النادي الاهلي. وكوديفوار تحديدا لما بتتكلم تقول انا مصري، يقول لك ايه انت ابو تريكه الحضري. الحمد لله مصر معروفه بتاريخها، نحمد الله سبحانه وتعالى ونسال الله ان احنا نرجع بالتمنه ان شاء الله. لازم نبدا بدايه قويه النهارده، والنهارده مصر عشان تثبت انها تاخد البطوله هنكسب النهارده 3-0. ايجيب زيزو اهلنا واخواتنا من تونس طبعا جايين نشجعوا مين النهارده؟ اوعى تكون بتشجع زامبيا، هزعل منه. شجعوا تونس، شجعوا مصر، مصر ام الدنيا، شجعوا مصر وان شاء الله مربوحه بالتونسي. نحن من لبنان، مصر ام العروبه، انا من مواليد الكوديفوار، اوكي؟ بس انا طول عمري بكاس افريقيا مشجع لمصر، فان شاء الله مصر تفوز بالكأس. الشعب المصري بيعشق الشعب اللبناني، بنحبكم كتير ونحن بنعشقكم، وانتم ام العروبه. الله يحفظكم دايما اهل واخوه مع بعض باذن الله. المباراه هتبقى مباراه طبيعيه، لان طبعا دور المجموعات الطبيعي ان هو مش هيخلي اللعيبه في ريسك عالي وكلام من ده، بس ان شاء الله مصر الناس كلها جايه تشوف محمد صلاح وجايه تشوف منتخب مصر عشان يبداوا يقيموا منتخب مصر. شوفوا يا جماعه، دايما بقولها طول عمرنا اخوات، تعالى مفيش حاجه هتفرقنا، جزائري ومصري. النهارده الجزائري جايب العلم الجزائري جنب اخوه المصري علشان يشجعوا مين؟ منتخب مصر. ان شاء الله مربوح على المنتخب مصر اليوم، وان شاء الله بكره منتخب الجزائري مربوح ان شاء الله باذن الله. وهكون زي ما انتم معانا النهارده في مصر، هكون موجود معاكم بكره ان شاء الله. احنا اخوات اخويا. جماهير المنتخب المصري يا جماعه كلها رافعه اعلام فلسطين، وفي صوت واحد بنروح بالدم نفديك يا فلسطين. الناس هنا بتعشق صلاح بطريقه غير طبيعيه، انت شفت الراجل اللي ورايا اتجنن بقى بيتكلم عرب عشان خاطر محمد صلاح. ولسه يا جماعه عايز اقول لكم ان الجماهير الافريقيه اتكلمت عربي، اتكلمت مصر بقى بيغنوا ولسه. Da Basti! Da Basti! Da Basti! Da Basti!
طبعا يا جماعه الرجاله دول حافظين جاباسكي، حافظين محمد ابو جبل من البطوله اللي فاتت، لانه كان نجم البطوله بتصدياته لضربات الجزاء. يا جماعه الناس اللي ورا دي بتشجع محمد صلاح اكتر من المصريين نفسهم. اه جايب تيشرت ليفربول، ليفربول الناس دي لقطه، ما حدش يمشي من جنبهم يا جماعه. جمهور الافريقي مش نورمال، جمهور مش طبيعي. ميو 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 هدف التعادل لموزمبيق يا جماعه هدف ملوش لازمه خالص. دفاع في عبد المنعم وحجازي يبقى عليه علامات الاستفهام، ده مش مفهومه يا جماعه، مش مفهومه خالص، لان عبد المنعم وحجازي من افضل المدافعين في القاره كلها مش بس في مصر. شفت فرحة الجماهير يا محمد يا صلاح، شفت فرحة الجماهير يا لعيبة منتخب مصر. الجماهير البسيطة دي ما ينفعش تروح زعلانة، بيفرحوا بالجون اللي بتجيبوه، بيفرحوا بالفوز اللي بتفوزوه، ما ينفعوش يروحوا زعلانين. الناس دي سابت شغلها وجت، أقل حاجة تقدموها لهم إن أنتوا تفوزوا في المباراة النهاردة، ده أقل حاجة ممكن تقدموها للجماهير المصرية. منتخب المصري حقيقة أقوى من هيك، كنا نستناو أداء أفضل من هيك. إن شاء الله ديما البدايه صعيبه ومن بعد يدخل في جو افريقيا وجو اللي كان. والله جينا نشجع في المنتخب المصري، الغالب حابين يربحوا، الغالب ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله ما كثر رانا ان شاء الله ان شاء الله مربوحه ان شاء الله. ايه رايك في الاداء؟ الاداء كان ضعيف. لا ضعيف ضعيف ضعيف، ومنتخب مصر ممكن بدايه، هو المنتخب المصري دائما هيك، معناها دائما البدايه صعيبه، من بعد ان شاء الله وبعد ينطلق ان شاء الله تنطلق ان شاء الله. اداء منتخب مصر ضعيف جدا اليوم، ولكن ممكن يكون من الارهاق البدني بسبب السفر، بسبب الطيران، بسبب الرحله الطويله، تقريبا 16 ساعه طيران تقريبا او يزيد عن كده او يقل عن كده، حاجات بسيطه. ولكن ان شاء الله نتمنى لهم انهم يحصلوا على البطوله بمشيئه الله. محمد صلاح ما تخافش، ما تبصش لاجسامهم البدنيه والطول والعرض، ما تخافش على نفسك، العب كويس ان شاء الله حتى ربنا يوفقك وتفرح اهل مصر كلهم، لان مصر كلها حتى كوتوفار نفسها تشوفك في المستوى اللي بتشوفك فيه في ليفربول باذن الله. ان شاء الله جدعان وما تقلقش وما تخافش، ويا ريت المنتخب كله. محمد شرني كان مهزوز، اللعيبه كلها مهزوزه، اللعيبه كلها ما بتلعبش ليه مش عارف، يعني ارهاق خوف ليه؟ لعيبه تفهم وتدي اداء مظبوط، لازم يتشجعوا شويه لان احنا وراهم. جماهير زعلانه يا جماعه، مش عايزين يروحوا زعلانين طبعا. احنا لبسنا جونين في سلام عليكم، لسه حتى ما ردناش السلام على الجون الاول، لبسنا الجون الثاني. والافارقه طبعا معاك عليك مش مشكله، هم لازم يشجعوا اولاد بلدهم، ولكن الامور بقت صعبه، لازم تجيب جونين علشان تفوز 3-2. بقوا بيتعلموا مننا، اقول لك ولسه من حقهم يابا، من حقهم.